مرحبا بنات، اليوم يوم متعب وشاق بالنسبة لي، لأنه أكثر شيء أكرهه تعزيل غرفة النوم يا بنات، لأنه إيش بيها لبس وبيها خزن وبيها ترتيب وبيها مسح وبيها برادي وبيها كل هالأمور. فمشان إيش حبيت أشارك معك الفيديو لتشجع عن قبل رمضان، يعني لأنه رمضان على البواب. فبما أن اليوم فيديو حلو ومتعب وشاق بنفس الوقت، حطوا لايك واشتركوا بالقناة إذا مو مشتركين. ويشرح لكم هيك، احكي لكم على السريع. رحنا على السوق لحتى اشتري لبس على الصيف، تمام، واروح وظلفت ومن كثر ما بدلت لبس ومن كثر ما غيرت وشلحت ورجعت لبست، عن جد دي يتملخن، تعبت من التبديل يعني. فالحمد لله، المهم بالنهاية لقيت الشيء اللي يعجبني، جبت 3 فساتين يعني شوي مشي حالنا لبين ما ينزل اللبس الصيفي، لأنه حاليا أغلب المحلات شايلين الشتوي ولسه مو منزلين صيفي، لأنه عندنا ألحز من جديد بلشت الدنيا تصيف. فوإحنا جايين الله يرضى عليه عمر قال لي يعني عارفش تعبانة وراش تعزيل، ما راح أخليش تطبخينا اليوم، راح اجيب جاهز. فجاب لحم بعجين وتشلينا الحمد لله وتيسرت الامور. جيت على ثريا هين ببلش نطنطه هاني هين معنوياتي متحطمه، لان الوحده اول ما تبلش ما تعرف حالها منيتي تبلش صراحه يعني. فشوفوا ما الاجواء من اطلاله بيتنا، الحمد لله زي يصير زلزال يعني الرعبه لحالها قادره تموتنا بعيد الشر طبعا يا بنات. من يومين صارت هزة، أنا قبل بليلة كنت أطبق السكرتون من جوا، يعني أطبق اللبس، لأنه أنا ما أقدر فيديو واحد أصور التطبيق اللبس مع التمسيح والترتيب، فطبقت اللبس من دون ما أصور، وأنا دعرت بالسكرتون ولا تصير لكن هزة. أنا شفكر أفكر حالي أنا حركت السكرتون، لأن أنا كنت أرتب لبس يعني أفتح السحابات وأرجع أرجعهن، سمعت السكرتون بلش يطبطب، يعني احنا السكرتون عندنا بس صار هزة أرضية يعطينا صوت، يعني بلش يضرب من البواب على بعض. فعمر سمعته يصيح رهف تعي يا يما، أنا هنا تأكدت انه زلزال، هو خفيف بس زلزال يعني، وأنا دا أشتغل ومندمجة ودايخة بين اللبسة، يعني دا أشيل الشتوي وأعزل الصيفي فضعت. لما عمر صاح تأكدت انه زلزال، كان اركض على الصالون، جمعنا الولاد وكان نقعد بزاوية، ضلينا نستنى لانه قلنا نستنى شوي، اذا رجعت صارت هزة ثانية ما ننزل، اذا خاف انه يقع بينا الدرج او شي ما رح نثبت، يعني ما رح نقدر ننزل على الدرج، خاف ينزل تنزل البنية بنفس اللحظة. فجمعنا حالنا وقعدنا بجنب خزانة المطبخ، الحمد لله رب العالمين ما صار شي، يعني الحمد لله يا ربي انه صارت هي هالهزة الخفيفة وراحت. حتى ببنات كتب لي قال لي راف حسيتي بالهزة؟ قلت لهم اي والله حسيت وارتعبت ومت من الخوف. فاخ يا بنات الزلزال الله يروي لحدا عن جد، والله متنا من الخوف، يعني صرنا نعرف اذا يصير زلزال ايش راح يصير بينا، يعني صرنا نعرف المشكلة، صرنا نشوف قدامنا. فخلينا بالروتين، الحمد لله رب العالمين، اللي له عمر ان شاء الله يعيشوا، واللي بده يموت بالزلزال بدنا نموت، يعني لا اعتراض على حكم الله بالنهاية. طبعا هذا الكلور احسه كثير كويس وبنفس الوقت ما يأذى الخشب يا بنات، يعني هو حامي على الوسخ بس ايش ما يخرب الخشب، فمجربته انا من قبل كثير كويس. بس لما مسحت حرف شو اسمه سيورة التخت يا ويلي، ولا الغبرة ماتش للخشب حرفيا. ويا بنات المطعم انا شوي خلاني اقصر من ناحية التعزيل، بس اقول لحالي يعني معلش رح يجي يوم اعزل الا ما يجي هاليوم الا ما يجي. فبلشنا نبخبخ، بلشنا نرتب طبعا يا بنات، انا المكياج واللبس كله مرتبته قبل بيوم، يعني الغرفة اخر شي اللهم صل على النبي صارت تتضوي تضواي يا 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 على الوسخ. بس اشوف نهاية، يعني كل شهرين يجوز 3 اشهر لحتى امسح غرفة النوم، ليش؟ لانه خصوصا بالفترة الاخيرة بعد ما فتحت المطعم ما ظل عندي وقت، قبل كنت كل شهر. بس عن جد الصدمة لما دا اشوف الغبرة اللي دا تطلع من الخشب، اني انصدمت، ما توقعت واصل بيتي لهالمرحلة من الوسخ
والله ما توقعت بيتي يوصل لهالمرحلة. وين ثريا الله يصلحها بلشت تمسح البلور تبع الشباك، وهذا لازم ما نمسحه وهيك بهالطريقة هاي بشو اسمه بخرقة وسخة. الحمد لله رب العالمين، صارت نهفات بالفيديو. والله يجوز بشي صورته بشي ما صورته، بس عن جد يعني ضعنا اخر شيء. طبعا عندي تبعت الشلفيرة معلق عليها شغلات هيش مثل مناكير، مثل بقايا حمرة، بقايا آيلاينر، فمسحتها أكثر من دور وفركتها بالليفة لحتى نظفت. معلم عليها يعني هذا الكلور الأخضر شوي ساعدني زاد. وهين قلت أخذ استراحة ألعب مع النوشة شوي، هنا هو أرتاح وهو أطعميها لأنه ما حد يعرف يطعميها غيراني. هذا نجيبه من الماركت يا بنات، هو مقذي للأطفال، يعني فواكه تكون يمكن سالقينها وطاحنينها وهي الشي، بس ناية تحبها حب تموت عليهن، بس تشوف العلبة يطير عقلها تكيف عليهن. في أطفال ما يحبونهن صح، بس الحمد لله أنه بنتي طلعت من النوع يلي يحبهن، ما عارفة أنا عودتها عليها يعني من 3-4 أشهر. فاني لما اطعميها العلبة اكل همها، ليش؟ لانه بس تخلص العلبة تبلش تبكي تقول يعني كأنه بدها النوب لانه ما شبعت. فهي علبة واحدة كافية يعني، هي فيتامينات بالنهاية، بس هي بس تخلص العلبة تلم علي الحارة. الحق شوفي بس تخلص العلبة شوفي ايش راح تسوي، عن جد ظلت ساعة تبكي. المشكلة وين؟ انه اني ما لازم اعطيها كثير لانه هو ثقيل بالنهاية، وهي لسه عمرها ما كمل السنة. شوفين جننتني، بس شنو الحمد لله رب العالمين، هاي الشغلة من الشغلات يلي هي تاكلهن. قبل كانت تاكل شغلات ثانية، الحز احسها مبطله تحبهن. يوم مكيفة والله مكيفة، تحب تلعب وهي تاكل. ضيع، شوفين وين تروح وين تجي. يا عمري يا بنات لم نلعب معاها والله نساها مومي، والله العظيم. شوفين خلصت العلبة، انا هنا يعني شلون دعم اهذلها ان العلبة راح تخلص، فانا اعطيها شوي. ما خلينا بالعلبة ولا نقطة والله، يعني جليت المعلقة جليت العلبة خالص. شوفن راح بس اضبها راح ترجع تلم علينا الحارة، دا اقولها والله ما ضل بيها والله ما ضل بيها. يا عمري بلشت تبكي، بس انه شوي وتنساها يعني خلص، هي كمية وبدها تخلص بالنهاية. هين دا تبكي بدها النوب يا عداني بدي اخلص شغل، وبنفس الوقت انه قلت اطعميها اياها تلتهي عني شوي. طبعا دع نمسح شوي رتب شوي. ثريا وش بالبداية ساعدتني بس بعدين راحت، يعني تعرفين الولاد صغار ما يثبتون. والحمد لله يا بنات انه عم اشتريت غرفة النوم جديدة وتنظيفها كله على ايدي لحد الان، يعني تحسنها جديدة كأنها ما صابها اي شيء. فهذا الشيء كثير كويس انه نشتري شغلة جديدة ونعتمد على حالنا انه احنا نخليها جديدة على طول. وعلى فكرة يجوز ملاحظات اني مغيرة لفة شالي، ما اعرف حسيت حالي راح ارتاح بيها هيش، لانه اللفة الثانية شوي اشوب بيها وانا اشتغل، لانه ايش تكون ضابة على رقبتي وضابة على راسي وشعري، فقلت لحالي هيش اريح يعني تغير شكل. يا هنا ما طلعت لفوق الشلفيرة الا يعني حيلي قام يرجف من الخوف، بس الحمد لله عادي يا بنات. انا ماني طالعه، اول شيء خطر لي انه اذا صار زلزال انا ايش راح يصير بيا، الحز معلقه بين السماء والقاع. تعرفين والله قمت احسب حساب للزلزال بكل شيء. ولا هنا بعد ما ايدي تملخن بعد ما زبطنا البرداية وحطيتها، شوفني ايش راح يصير اخر شيء، النهفه بعد ما اخلص خالص عادي، مشان يكون العذاب مكتمل. الحمد لله رب العالمين، حاسة حالي معذبة من غير هالناس، بس الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ايوه شوفنا الكارثة وين، شوفنا الاشياء اللي راح يضحك. البرداية اللي لازم تكون ورا صارت ليه قدام، واللي لازم تكون ليه قدام صارت ورا، دي على المصايب. والله اني تعبتين على فكرة، هاي الوقفة طالعة فوق الشلفيرة جدا صعبة، فرجعت فكيتهم من اول جديد. وهذن خدماتهن مليانات خدمات، يعني يجوز نص ساعه واني بس اركبهن. هين الحمد لله تيسرت بعد ما ظليت ساعه ارتاح ورجعت بعدين ركبتها مره ثانيه ومش الحال الحمد لله. هين انا غسلتهن طبعا قبله بيوم، غسلتهن مشان ايش؟ مشان يكون ناشفات، مشان لما اختم الفيديو يكون موجودات. فهاي البرداية زهريه مو بغرفه نومي شوي زهري،
والسيور تبع التخت زاد زهري، فيفضل انها زاد تكون هي زهرية مشان تطبق مع غرفة النوم. وهنا عاد بعد ما خلصت تمسيح وتركيب البرادي راح نبلش نسوي التخت، نخلص منه خالص بعد ما مسحناه وظبطنا الاسفنجة. هذا الشرشف راح احطه بدال هذاك، كنت حاطه شرشف ثاني شلته حطيته على الغسيل وحطيت هذا بداله، هذا زاد ناعم وحلو وقطن بنفس الوقت ولابق على غرفة النوم. هذا اشتريته مخصوص يعني مشان هيك شيء. احس المخدات شوي بعيدات عن التخت، بس انا لو اشتريت الشلفه هاي هي يجن معاها الاغطيه تبعاتها الحرام هذا وطقمين مخدات، فاني لازم لو من مشتري الشلفه لازم اشتريتها لون زهر افتح من هيك، هذا صاير رمادي مثل ما تقولون رمادي، فشوي بعد عن غرفة النوم، بعد عن الزهر الفاتح شوي هيك الوردي، بس يعني شيء قريب على شيء. شايفات هذا نكون نجنطقم مع بعض، مع انه احس انه الشراشف غير الحرام، بس مشوها عدوها خفيفة. هنا عاضل عندي بس تمسيح الارضية بس. شوفني يا بنات والله يعني النظافة على طول غير، صح نقصر بس لو ننظف نفسيتنا ترتاح، والله يعني شوفني رتابة، شوفني يعني الريحة، ريحة الغرفة صارت تشهي انش تقعدين بيها، صح قبل ما كانت يعني، بس لا الحا صارت ريحة نظافة. شوفنا هاي الفراشة شلون سويتها، هيش حلوة ها، يعني ابداعات يا اخي ابداعات، ليش لا. وبالمناسبة نسيت أقول شناني وأنا دا أعزل، اشتيت على الكيك، قلت على عمر لبين ما أخلص تعزيل الله يرضى عليك تروح تجيب لنا قالب كيك وتجي، بين الكذب وبين الصحيح قلت له، قلت أشوفي يروح يروح ما يروح، هو عادي أنا يكون تعبان وخلاص بلاها، والله أنا مشتغلة وملتهية يعني، ولا لا ألاقي لكم عمر جاي بقالب الكيك، عن جد الله يرضى عليك يا عمر يعني، واسيتني بعد التعزيل. حاولني يا بنات والله يعني منظر القالب كثير حلو، هاي اول مره نجيب بلون الموف، بالعاده نجيبه يا احمر يا كاكاو، بس عن جد الطعمه خياليه، هذا المحل الوحيد يلي عجبنا الكيك من عنده، كل مره نجيب من عنده يطلع اطيب من اللي قبله. فالله يسعدكم حبايب قلبي، حبيت اشارك معكم هذا الفيديو، ولا تنسون تحطون لايك وتشتركون بالقناه، وان شاء الله يا ربي يا بنات اكون شجعتشن، لانه رمضان جاي وحتى احنا هاي التعزيله للعيد، انا بالعيد ما راح اعزل خالص، هاي راح تكون تعزيله رمضان وتعزيله العيد، لانه برمضان تعرفين انت نكون الوحده منقطع حيلها وزاد عندي مطعم باكر ما راح الحق، فليه نقولكم باي ونشوفكم على خير حبايب قلبي، احبكم كثير.